شيخ القرآن القرآن في رمضان، هل الأفضل أقرأ بسرعة كده عشان حتى ختمه ولا بلا تدبر وتفكير؟ والله هذا في أهل العلم فيه لهم فيه أقوال، منهم من قالوا ختمة بتدبر خير من عشر ختمات من غير تدبر، ولكن أنا أقول أيها الفضلاء أن هذا من تلبيس إبليس على المسلم في رمضان. يجلس 11 شهرا وما فكر يوما أن يتدبر، صح دكتور؟ ثم يأتي في شهر القرآن الذي كان فيه الشافعي يختم 60 ختمة، وكان سفيان الثوري يهرب من أهل الحديث ويقبل على القرآن يقرأه من المصحف، وكان مالك بن أنس أيضا يغلق حلقاته في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقبل يقرأ القرآن من إيش؟ من المصحف، وكان عثمان يقرأ القرآن كله في ركعة في الليل، إلى غير ذلك من أخبار السلف في علاقتهم مع إيش؟ مع القرآن. ثم يأتيك الشيطان فيلبس عليك ذلك، ففي حجة التدبر يمر عليك الشهر وانت ما ختمت ولا قريت حتى جزء واحد. فأنا الذي أقولهم اقرأ واجتهد في القرآن، فما من عبادة كتب أجرها ولو تعتع صاحبها فيها كما في القرآن، كما صح من حديث عائشة في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه يتتعتع فيه له أجران. وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكل هذه الأحاديث وكل هذه الآثار عن السلف تدل أنك أنت اقرأ وزيد من القرآن، واجعل كان السلف يجعلون ختم التدبر تمتد 20 سنة، جاء عن بعض السلف عنده ختمة تدبر تمتد كام؟ 20 سنة عند كراسة وكناشة، ويقرأ ختمة تدبر تمتد 20 سنة. فختمة التدبر لا علاقة لها بشهر واحد ولا بحول واحد، ذلك فضل الله يؤتيه من يؤتيه إيش؟ يؤتيه من يشاء، لكن قد ما تقدر في رمضان اقرأ القرآن. نعم ما في مانع، لكن ألا يكون هزا كهز الشعري على الأقل. وأحذر من القراءة الصامتة، بعض الناس يقرأ بعينيه، هذا ما قرأ وليس له حظ من أجر قراءة القرآن، وليس له حظ من شيء اسمه قراءة القرآن، إنما يقرأ بتحريك الشفتين، لا تحرك به لسانك لتعجل به، فهذا هو يقرأ بتحريك ماذا؟ بتحريك الشفتين، ولكن لا يكون هذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقلي كما قال ابن مسعود، لكن على الأقل قراءة يعني يفهمها هو ويحسن فيها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني زي قراءة الحرم، زي قراءة الحرم المشايخ في التراويح إلى غير ذلك، قراءة متأنية مرتلة، مخارجها أمورها كلها مرتبة. طيب الآن كيف نرتب ختمات القرآن في رمضان؟ كيف؟ وأنا أريد حقيقة في رسالة جاءت يقول لك 3 جلسات لا تفرط فيها وكذا إلى غير ذلك، نقول يا أخواني الرسالة هذه من كثرتها أصبحت كأنها هي تريد مارك، يعني هي السنة في ذلك، والأمر ليس كذلك. أول حاجة ما عندنا حاجة يقول لك إيش يعني حضر فطورك بسرعة واجلس للدعاء، يا أخواني حديث للصائم دعوة عند فطره هذا غير صحيح، هذا الحديث معلول، الصائم يدعو في كل الوقت، يدعو الصائم في كل الوقت. الشيخ بن عثيمين لما تكلم في المسألة هذه قال إيش؟ قال ممكن نقول هذا على اعتبار أنها تختم بإيش؟ كختام عمل صالح، لكن ما في تري وذلك تري بعض الناس حتى كنا نراهم في الاعتكاف إلى غير ذلك، إذا جاء قبل الصيام قام إيش؟ قبل الفطر بربع ساعة قام واقف وجالس إيش؟ يدعو، ما عليه دليل، لا دليل على الصائم يدعو في كل الأوقات يا حبايبي، في كل الأوقات يدعو، لكن عندك جلسات دلت عليها السنة، ووالله يا أخواني فيها من المكابدة الشيء العظيم سبحان الله، لكن من أدمنها ومن أحبها فيها من الأجور الكبيرة. حديث أبي هريرة عند الترمذي جلسة الإشراق عندك 2 ساعة وأكثر، هذه ممكن تعمل فيها 8 أجزاء، يعني ممكن تجيب ورد اليوم كله في جلسة إيش؟ في جلسة الإشراق، وتكون استفدت حجة وعمرة تامة تامة تامة.
وكمان تجيب ركعتين عشان تكمل الحديث، وممكن كمان تجيب ركعتين تاني عشان تعتبر صلاة ايش الضحى، وروح نام الله يوفقك لين يأذن ايش الظهر. تسد عن الضحى ما في مانع كما اختارها بعض أهل العلم، ما في مانع، لكن كلما زدت إنك ما سجدت لا سجدت لرفعك الله بها إيش درجة، لكن تقوم مقام الضحى، بل منهم من جعلها أنها أيضا الضحى، وهذا وجه معتبر عند أهل إيش العلم، قالوا إن الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى قبل الزوال بعشر دقائق اختيار الشيخ بن عثيمين، بعشرين دقيقة اختيار الشيخ بن باز. فبذلك تجيب لك ثمن أجزاء، لأن الجزء يأخذ منك ربع ساعة ثلث ساعة، يبقى جاب لك ورد اليوم كله، وبعدين الله يوفقك عاد العصر رحت جلست شوية في المسجد جزاك الله خير عشان تترك أهل البيت يأخذون راحتهم في تحضير إيش الإفطار، أفطرت أفطر فطور خفيف عشان ما تتجشأ وتصبح رائحتك كلها توم وتزعج الملائكة وينزعج منك المصلون، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ثم عندك ساعتان بعد الإفطار إلى قبل أذان العشاء، وهنا ملاحظة يا إخوان، بعض الناس يؤخر صلاة المغرب قبل العشاء بربع ساعة تلت ساعة، نقول له أحسن الله عزاك فقد صليت المغرب قضاء، لأن الدولة وفقها الله لكي تعين الناس على إنهم يأخذون راحتهم، من يقضي وطره من أهله أو من يريد أن يستريح زودت لنا نص إيش نص ساعة، فظن الناس إن ده وقت العشاء، لا وقت العشاء دخل قبلها بإيش بنص ساعة، بعد ساعة ونص، هذا وقت الشفق ما يقعدش أكثر من ساعة وإيش ونص، وهو وقت المغرب وقت إيش العشاء، فاللي يقوم يصلي بعد في خلال نص ساعة الزيادة هذه صلها إيش قضاء وأخر الصلاة. هذه مسألة يا إخوان تغفل عن كثير من إيش من الناس، بالذات النساء فين في البيوت اللي مشغولة بإيش بتحضير المائدة وتنظيف الأواني إلى غير ذلك، عين مراتك على صلاة الله يرضى عليك، قول لها يا جماعة الخير أفضل أي الإسلام أفضل قرى الصلاة على أي الأفضل أعمال أفضل قرى الصلاة على وقتها. هذا نقطة من النقاط المهمة. بك كم وقت المغرب؟ نص ساعة؟ خلاص هي الساعة ونص اللي نفس وقتنا الأول. لا لا يعني وقت المغرب نص ساعة بعد الأذان. وقت المغرب إيش؟ يعني وقت انتهاء وقت المغرب. لا لا لحد الساعة ونص اللي هي في التقويم القديم. ساعة ونص. التقويم القديم أيوه. نعم أيوه. أنا في سمعت الشيخ قال نص ساعة بس. لا لا هي نفسها وقت غياب الشفق. وهذا يلاحظ في البراري أكثر منه فين في المدن. الشاهد تبكر إلى المسجد الذي تريد أن تصلي فيه، وأيضا تقرأ فيه ما تيسر. بذلك تستطيع أنك أنت كل ثلاثة أيام تختم من غير مشقة ولا تعب، بكل يسر يا أخواني، ما فيش أي مشقة ولا تعب إن شاء الله عز وجل. الناس الآن يقول لك كيف نختم ما عارفين نرتب، وتلقى طبعا الرسائل جاية الآن، وفي مجموعات الآن على الواتس اسمها مجموعة ختمة رمضان، يدخلوا مع بعض وإذا خلصت الجزء يسوي إيش علامة صح. هذه من البدع، هذه والله يا أخوان شيء عجيب، يعني إحنا ابتلينا بهذه الوسائل من التقنية، يعني مع ما فيها من الخير لكن الشر فيها عظيم، حتى تجدون التحية اللي جاءت الأيام اللي فاتت هذه اللهم اهل العالمين وليهم السلامة والإسلام دعاء كبير، وقال لك هذه كانت تهنئة النبي لمين للصحابة، هذا حدث موضوع حدث موضوع هذا لا تجد ختمة جماعية ولا ختمة جماعية ازاي لا هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى أن يجتمع، لا أنا أديك تصورها، يجتمع الناس مثلا قول خمسة بين المغرب والعشاء، وده يقرأ وجه 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 لين يمر الشهر اللي قال ختمنا، قصدك على هذه زي حلقة تعليم التلاوة وزي حلقة ما في مانع فيها، هذه لا مانع فيها. أنا وصلت عند الضحى أيوة. بعد الضحى إلى مثلا كلام ثاني إضافة إلى مثلا أنا في عند اثنين ثلاثة على القرآن كل أنا عند فتنة نكسب سوا وسوا نحوياكم لا هي سوا سوا لا 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 لا, لا. الختمة تكون أيها الفضلاء من فاتحة الكتاب إلى الناس، لكن هذا ممكن تعمل مع إيش حديث أنس كان إذا ختم
جمع أهله ودعا بهم بس، لا مش أجر ختمة، ما بيجع، هو بيكون معك في فضيلة الدعاء فقط. الختمة لك أنت. أيوة نعم، جيت ختمت قلت لهم يا جماعة الخير تعالوا ندعو. أنا فاهم فيها، بعد ما ختمنا قلنا بندعي إنه للناس كلها جميعا. ما في مانع، ما في مانع، هذا فعل أنس ومعرف له مخالف من الصحابة. لا لا ما في مشكلة في هذا، هذه مشكلة. إنسان إذا جي ختم جمع أهله وجمع كده ودعا وأمن وانتهينا، هذا من فعل أنس رضي الله عنه وارضاه. لكن ما له علاقة بأن يقول إنه هدول المشاركين في أجر إيش؟ في أجر الختمة. اي خلاص نعم ايوه. الناس عندهم الاجداد هاتين يدعوا الدعاء لعشرهم خالف الوحدة، هذه بدع، هذا ما يصير، هذه كلها بدعة، هذه كلها بدعة. واجمع الشافعي واحمد وابو حنيفة ومالك انه الاجتماع لختم القرآن بدعة، اجمع اللي هو بالصورة هذه سواء كان عند ميت او بهذا التوزيع الاوراق، يقول لك احنا ختمنا ختم، هذا لا يجوز. فدعوا نكتب الحديث عن الدعاء في ختم القرآن بالحق، ما ورد ايش يعني الواضح يعني فيش قال بعض المحققين لا أصل له، وقال تفضل وحياكم الله، وقال البعض الآخر واختاره سماحة المفتي العام قال ولا شيء في ولا حرج فيه، ومن أراد أن يدعو فلا حرج، ومن أراد أن لا يدعو فلا يشوش على عليكم السلام فلا يشوش على الناس ولا يثير فتنة. نعم شيخ، السؤال في أداة أوقات أبغى تفيدني بها الله سليمة، الأفضل فيها الدعاء ولا قراءة القرآن في الفجر بين الإقامة والأذان، بعد الفجر بين الصلاة والإشراق ورمضان قبل المغرب، هل أفضل الدعاء ولا قراءة القرآن؟ ما احنا هذا اللي ذكرناه وأجبنا عليه قبل ذلك في المجموعة، وقلنا ما بين الأذان والإقامة ورد فيها الدليل، حديث عمر عند الترمذي دعاء ما بين الأذان والإقامة ما يرد، إذن الأفضل بين الأذان والإقامة إيش؟ الدعاء. الدعاء كل أذان وإقامة. ها؟ الصلوات كذا رمضان وغير رمضان. في رمضان وغير رمضان نعم. سواء فجر وغير فجر أي صلاة. أي نعم. حتى الجمعة. أيوة إذا وجدت لك حاجة في الدعاء، إذا تريد أن تقسمها والوقت طويل تأخذ جزء دعاء وجزء قرآن ما في مانع. طيب بعد الإشراق قال ثم جلس في مصلاه يذكر الله، وأعظم الذكر تلاوة القرآن. لاحظ هناك قال دعاء ما بين الأذان والإقامة ما يرد، خصها هنا، وجاء هنا في جلسة الإشراق قال إيش؟ ثم جلس في مصلاه يذكر الله، فأتى لك بالفعل هذا الذي يدل على العموم، وأعظم الذكر تلاوة القرآن. تلاوة إيش؟ القرآن.